بين قساوة شتائها وجمال ربيعها وأساطير بنائها ومنجزات أولادها، مدينة تتربع على أطراف سلسلة جبال زاغروس، مدينة كانت المأوى الأخير للطبيب والفيلسوف ابن سينا، ومنها خرج إلينا فن المقامات. فعن أي مدينة مهمة نتحدث؟ همذان مدينة الربيع والشتاء وبديع الزمان، اختلف في أول من بناها وعمرها. فياقوت الحموي ينقل عن هشام بن الكلبي أن همذان سميت بهمذان بن الفلوج ابن سام بن نوح عليه السلام، وهمذان وأصبهان أخوان، بنى كل واحد منهما بلدة. ووجد في بعض كتب السريانيين إن الذي بنى همذان يقال له كريميس بن حليمون، ويقال إن أول من بنى همذان جنب بن نوجهان بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام. ثم كثر الناس بها في الزمان القديم حتى كانت منازلها تقدر 4 فراسخ في مثلها، حتى قال بعض علماء الفرس أنها أكبر مدينة بالجبال، والمقصود به سلسلة جبال زاغروس، وهذه السلسلة تسمى أيضا بسلسلة جبال الكرد. ومما روي عن شعبة أنه قال: الجبال عسكر، وهمذان معمعتها، وهي أعذبها ماء وأطيبها هواء، وهي كثيرة الزهر والرياحين في الربيع، وكذلك أرضها تنبت الزعفران. وحددها الجغرافيون القدامى في الإقليم الرابع من تقسيم الأرض، وفتح المغير بن شعبة همذان في سنة 645 للميلاد بعد 6 أشهر من مقتل الخليفة عمر بن الخطاب، وغلب على أرضها قصراً على ما قاله ربيعة بن عثمان. ومن عجائب همذان منحوت على صورة أسد من حجر على باب المدينة، يقال إنه طلسم للبرد من عمل ابن نياس. وقيل في الأسد أيضاً من رواية شرويه إن سليمان بن داود عليه السلام اجتاز بموضع همذان فقال: ما بال هذا الموضع مع سعة ساحته لا تبنى فيه مدينة؟ فقالوا: يا نبي الله، لا يثبت أحد فيه، لأن البرد ينصب فيه صبا ويسقط الثلج قامة الروح. فقال عليه السلام لصخر الجني: هل من حيلة؟ قال: نعم. فاتخذ 7 من حجر منقور ونصب طلسم للبرد وبنى المدينة. وهمذان توفي بها الشيخ الرئيس ابن سينا، وهي مدينة القاضي عبد الجبار شيخ المعتزلة الذين يلقبونه بقاضي القضاة، وكذلك مدينة ابن خالوي العالم اللغوي البارز الذي عاصر المتنبي ولم يكن على وفاق معه لاختلاف مدرستيهما اللغويتين. ولكن يبقى أبرز من أنجبت همذان إلى جانب هؤلاء الأفذاذ بديع الزمان الهمذاني مبدع فن المقامات، مدينة الربيع والصقيع، مدينة أسس أسوارها ضربت في غبر التاريخ. همذان مدينة بديع الزمان الهمذاني التي لا نقول فن المقامات من الكتابة العربية إلا ونقول بديع الزمان. هل عرفتم لماذا هذه المدينة مهمة؟ لا تنسوا أن تلقوا نظرة على المصادر وتشاركوا الفيديو.